وانا عارفه طبعا ان الملف الاهم عند الجماهير، انا بطمنكم عليه ان هو شبه خلص، يعني بنسبه مثلا مش عايزه ابالغ بس مثلا بنسبه 99%، وهو ملف رفع عقوبه ايقاف القيد. انا شايفه ان ده اهم واخطر ملف اشتغل عليه مجلس الاداره طوال الاسابيع اللي فاتت. انا بشوف ان الملف ده ميراث مؤذي صعب جدا جدا، كان ممكن ياخد فتره طويله واطول، ولكن للامانه الملف معقد معقد وفيه مديونات كتير بسبب الغرامات اللي على النادي. ولك ان تتخيل ان مشكله مثلا سبورتنج لشبونه دي كانت ممكن تخلص من سنين ب 500,000 دولار، النهارده الغرامه وصلت لاكتر من 1,500,000 دولار. فعشان كده بقول لكم لا، ده حاجه من الملفات الصعبه جدا جدا في ظل الازمه اللي انت كنادي طبعا بتمر بيها. فالنادي شغال بإدارته القانونية على حل الأزمة دي سريعا، اللي ليها طبعا بنقول ديول طويلة وفصول تانية كمان جاية. عشان كده أنا منذ تولي المجلس الحالي المهام وأنا بقول إنه الله يكون في عونهم، لأن قدامهم كتير جدا ملفات، كتير جدا ملفات صعبة جدا. أنت كمشجع لازم تعرف إن الزمالك هو بينهي الملفات دي في الساعات اللي جاية، ده فصل واحد بس من فصول كتيرة جدا ومشكلات كتيرة جدا انت عارف كويس قوي ان الزمالك كان بيعاني منها في الاونة الاخيرة، ولسه يعني لسه في شغل تاني مع الملف ده، مع لعيبة مدربين سابقين وحاجات كتيرة جدا الناس دي بتطالب بمستحقات مالية تانية. عشان كده بقول لكم الشغل مش واقف ابدا في مجلس الادارة في الوقت الحالي في سبيل هدف واحد بس، وهو زي ما بقول لكم زمالك 2024. زمالك 2024 شايفاه مشروع حقيقي لازم نشتغل عليه بشكل كويس جدا، مشروع لازم كلنا ندعمه، مشروع هدفه الاول والاخير انت كمشجع الفوز بالبطولات الكبرى. عندنا احلام الفوز ببطوله الكونفدراليه الافريقيه تحديدا هذا الموسم، لم ولن نتنازل على بطوله الكونفدراليه الافريقيه، ونعود بقوة جدا لصراع المنافسة على درع الدوري. أتمنى أن إن شاء الله مشروع 2024 ده يكون بداية عصر يعني ذهب الجديد لنادي الزمالك. أتمنى أشوف في 2024 أتكلم عن إنجازات كتير، مش بس على فريق الكورة، لأ بتكلم على كل الألعاب، كورة، طايرة، سلة، بطني، كل حاجة ممكن، يد، كل حاجة ممكن تتخيلوها. عايزة يبقى عام 2024 إن شاء الله كلنا نبقى بنحتفل بكثير وكثير من البطولات، عايزة نعيش في استقرار، عايزة إن شاء الله نقدر إن احنا نحل كل مشاكل نادي الزمالك ونتخطى كل هذه العقبات. في بداية كلامنا النهاردة اتكلمنا عن معسكر الإمارات، وزي ما قلت لكم المعسكر ده مهم جدا وهيبقى مفيد جدا بإذن الله لنادي الزمالك.